كل شيء شان لكسيكال تبع زوز يعني ابو زوز ابو زوز زوزو جو مثلا في فتره عيطوا لي جو بالمدرسه هيدي زوزو سلاش ابو زوز ابو الزوز اوكي حلو. البرج برج الطبيعي او لل لا برجك الغير طبيعي معناتها الباسبور قلت لي لا لا برجك اللي بالحيط تور ايش تورو ايش شو صفاته لا تور لا تور انا ما بعرف كثير بالابراج بس بعرف شويه صفاتي يعني كرمال هيك بربطهم بالابراج سيئات بغار 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 على الشريك يعني مش بال متملك حلو غضبه سريع جدا وارضاءه سريع جدا يعني الكتار شكله سيئات الحسنات حسنات حنون قلبه طيب حسنات بالعيله بيعرف سيئاته مزبوط عن جد حسنات انه عارف خيانه عنده كريتيك ذاتي يعني اوكي هذا الصور على بيت فرقه عندك اياها بجسمك عندي جرح هون أوكي. بس مش مبين هلا مغطينه بالميك اب ما بعرف اذا حيبين ما ببين اوكي هيدا كان عندي كلب صديقي يعني أوكي. وقت طويل هو جرحني كنا عم نلعب وعلمت وعلمت وضلت موجود جرح يعني. كبير يعني جرح موجود وحتى مرة بكفر ألبوم خليته جرح جرح بالوجه قرب العين قرب العين مهنة أخرى جوزيف ناس ما بتعرفها عنك مهنة هلأ لا بس قبل قبل ايه وشاغل قبل شاغل اشتغلت بمطاعم يعني إذا وقفت المصلحة ما بتعطل أنا ما بتعطل في افتح فرن هلأ عادي أوكي عيني علي كمل حياتي يعني. ايه شاغل شو بدك نحطها لك يعني؟ حط اوتيل مانجمنت مانجمنت دغري ايه اوتيل مانجمنت هاشتاج دايما تستعمله جي اي جي اي ايه على انستغرام تويتر اوكي جي اي 100% موافق عليهم؟ روعة تفضل امضي امضي انا رح اختم لك ايه يلا هذا باسبور رح أعطيك إياه قبل ما نسافر هلا رح